لمزيد من التفاصيل وللتعليق عن هذا الخبر وهذه القمة ينضم إلينا هاتفيا الزميل حسام حداد موفد إكسترا نيوز من هناك من مدينة بياريتزا الفرنسية. حسام أهلا بك، وأطلعنا على الجديد لديك من اجتماعات ولقاءات ثنائية ربما بين القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة. أهلا بك أمام، وأهلا بالسادة المشاهدين والمتابعين. بالفعل وصل صباح اليوم جميع الوفود المشاركة في هذه القمة والتي تصل إلى 24 وفدا من مختلف دول العالم، السبع دول الصناعية الكبرى، وأيضا الوفود الأخرى المشاركة من مختلف الدول كمصر على رأس الوفد المصري بكل تأكيد رئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا للاتحاد الأفريقي، هناك من أسبانيا، بوركينا فاسو، الهند، وأستراليا وتشيلي. من المقرر أن تبدأ فعاليات القمة اليوم في أول يوم لها في الساعة 7 مساء بتوقيت فرنسا، أي بدأت منذ 6 دقائق تحديدا وهو نفس توقيت القاهرة، باستقبال الرئيس الفرنسي للقادة المشاركين في القمة. بعد الاستقبال ستكون هناك مأدبة عشاء غير رسمية، ثم تبدأ الأعمال الفعلية للقمة غدا في ثاني أيامها يوم الأحد بجلسة عمل تحت عنوان الاقتصاد العالمي ومتابعة النقاش حول أجندة الأمن الدولي. أيضا تعقد جلسة على مأدبة غداء بعدها حول محاربة انعدام المساواة بمشاركة ممثلي 6 منظمات دولية، هي الأمم المتحدة، البنك وصندوق النقد الدوليين، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، وأيضا هناك عرض لمديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير المجلس الاستشاري حول المساواة بين المرأة والرجل. بعدها سيكون هناك اللقاء الأهم بالنسبة لنا كمصريين وهو استقبال رؤساء الدول الأفريقية المدعوين للقمة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبعد ذلك تكون هناك وبكل تأكيد سيكون هناك كلمة مذاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه اللقاء أو في هذا اللقاء. يعقب ذلك جلسة عمل حول الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، ثم تختتم القمة أعمالها يوم الاثنين بجلسة عمل حول المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات يعقبها غداء عمل حول التحول الرقمي، ثم الجلسة الختامية للقمة. ومن المفترض أن يكون هناك مؤتمر صحفي ختامي، ولكن كما نقلت لك الصورة بالأمس في أغلب الظن لن يكون هناك صيغة توافقية في البيان الختامي، تعمل فرنسا على إلغاء هذا البند حتى لا يتكرر ما حدث في العام الماضي بعد أن وصف دونالد ترامب الرئيس أو رئيس الوزراء الكندي جيسون ترودو بالمخادع ورفض الاعتراف بالبيان الختامي بعد أن وقع عليه. نعم. هذه نقطة، لكن قبل بداية هذه الأعمال وبداية اللقاء اليوم كانت هناك العديد من الأخبار التي تلقي بكل تأكيد بظلالها على هذه القمة، اللقاءات التي حدثت، الخطاب المتلفز الذي خرج به إيمانويل ماكرون من بياريتس للشعب مخاطبا الشعب الفرنسي، اللقاء الذي حدث بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي، وكان دونالد ترامب قد خرج في تغريدة له منذ ما يقارب الشهر مهاجما إيمانويل ماكرون ووصفه بصفات يعني استهجنها الإليزي واستهجنها الفرنسيون. هناك اعتقاد بأن ترامب قد يفرض، وهو ما صرح به قبل أن يستقل الطيارة في طريقه إلى فرنسا، صرح أنه سيقوم بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي المصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا أن النبيذ الأمريكي هو أفضل بكثير من النبيذ الفرنسي، مع العلم أن فرنسا هي أكبر دولة في العالم مصدرة للنبيذ وتستورده الولايات المتحدة، وهو واقف على أساسه جزء قوي من الاقتصاد الفرنسي لكل المزارعين، مزارعي العنب في فرنسا، فسيكون ضربة لاطمة للدولة الفرنسية. وهو ما دفع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك قبيل قمة السبع أنه صرح وقال أن التكتل سيكون داعما لفرنسا إذا ما فرضت الولايات المتحدة رسوما على النبيذ الفرنسي. وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن التوترات التجارية شيء سيء للجميع، وكان ترامب قد رد بأنه إذا ما فرضت فرنسا يعني حدثت هذه الاشكالات بينه سيقوم أيضا بفرض
ضرائب على الشركات الخاصة بالاتصالات والتكنولوجيا. ربما تذكره ينذر بخلافات اقتصادية عميقة بين الدول الأعضاء في مجموعة السبعة. أنت تذكر حاليا هذه الخلافات بين فرنسا والولايات المتحدة، ومن المعلوم بالضرورة هذه الخلافات الموجودة حاليا بين الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية كبيرة وعميقة، كان آخرها ما قرره بالأمس الرئيس الأمريكي أثناء مغادرته للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على صادرات صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%. هل أو كيف تنعكس كل هذه الخلافات على الدول برأيك وأنت موجود هناك حيث انعقد هذه القمة؟ بكل تأكيد سيكون هناك محاولة لجذب ود الولايات المتحدة الأمريكية لتعود مرة أخرى، خصوصا أن بعد هذه التصريحات من دونالد تاسك قال أنه سيكون حزينا لخسارة الحليف الأول للاتحاد الأوروبي، فوصفه بالحليف وأنه يسعى لتقريب وجهات النظر. وكما خرجت ماكرون في تصريحه للأمة الفرنسية اليوم قائلا أن هذه الخلافات التجارية الاقتصادية هي شيء مضر للجميع، فيبدو أن ترامب له اليد العليا، هو يهاجمهم ويسبهم وفي نهاية الأمر يأتي إلى بلادهم وهم من يخرجون متحدثين للشعب الفرنسي والشعب الأوروبي واصفين إياه بالحليف. فسيكون هناك على ما يظن المتابعون أن ستكون هناك صيغة توافقية، خصوصا أن أيضا بعد ما حدث في الأمازون وغابات الأمازون والحرائق في الغابات المطيرة هناك، خرج أيضا دونالد ترامب مسبقا أو قبل فترة من اتفاقية المناخ في باريس، وهو ما ذكره اليوم مانويل ماكرون في حديثه قائلا أن يجب على العالم أن يتكاتف الآن حتى تنتهي هذه الأزمة، ووعد أن يكون هناك صيغة توافقية بين دول السبع لوقف ما حدث في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية من حرائق. هل سيستطيع أن يقنع ترامب بذلك؟ هل ستكون هناك خطة توافقية بديلة لاتفاقية باريس للمناخ؟ قالها إيمانويل ماكرون، سنقوم بشراكة مع دول منطقة الأمازون لمساعدة هذه الدول في مكافحة الحرائق وإعادة زرع الأشجار، لكن هل سيعبأ ترامب بهذه الخطة؟ هذا ما لا نعرفه، خصوصا أنه كما أسلفنا خرج من الاتفاقية. هناك العديد من الملفات المطروحة، هناك أصوات تطالب بعودة روسيا إلى القمة. نعم، وكان هناك لقاء بالفعل، وكان هناك لقاء روسي فرنسي قبل انعقاد هذه القمه بايام. طيب، ما المعروف وكما تعلم حسام ان في هذه القمم دائما ما يكون هناك موضوعات مهمه ايضا ما يتعلق بالجلسات واللقاءات والاجتماعات الثنائيه بين قاده هذه الدول. هل رشحت اي اخبار عن لقاءات ثنائيه بين قاده الدول على هامش هذه القمه؟ بكل تأكيد كما ذكرنا هناك لقاءات مكثفة بدأت قبل القمة. بوريس جونسون قابل أنجلا ميركل يوم الأربعاء، قابل إيمانويل ماكرون بالأمس الخميس. هناك لقاءات بكل تأكيد سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وقادة الدول الموجودين في هذه القمة. هناك أيضا اللقاء الذي عقد اليوم بين إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب قبل القمة وبعد التصريحات الخاصة بالنبيذ والتكنولوجيا. هناك قمم ستعقد وهناك مقرين للقمة، مقر أساسي وهو الكازينو الذي يعقد فيه اللقاءات الثنائية، والمقر الرئيسي في أوتيل آخر أو في فندق آخر سيتم عقد فيها الاجتماعات الكبيرة التي تضم القادة، وهو ما سيكون فيه الاجتماع الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي سيكون الرئيس السيسي حاضرا فيه. على جانب آخر أود أن أنقل لك الوضع الأمني في هذه المدينة التي أصبحت بالفعل سكنة عسكرية. جميع السياح، يعني التعميم مرفوض دائما، ولكن نستطيع أن نقول أكثر من 80% من السياح الذين كانوا موجودين في هذه المدينة قد غادروا بالفعل. هناك أكثر من 13,000 شرطي يقومون بتأمين المدينة، العديد من الدوريات، الكثير من الحواجز، جميع شوارع المدينة مغلقة، لا يحق للصحفيين التنقل من منطقة إلى أخرى بدون تصريحات تصدرها القمة أو المسؤولين عن يصدرها المسؤولون عن القمة. هناك يعني رأينا نحن الكثير من الصعوبات في التنقل من منطقة إلى أخرى، حتى أننا لا نستطيع في بعض الأحيان العودة إلى أماكن التي نقطن فيها. هناك تأمين شديد، هناك العديد من الطائرات الهليكوبتر، هناك العديد من عربات الشرطة التي تغلق الشوارع، هناك وضع أمني مكثف في كل
أزقة المدينة تجد شرطي يقف يسألك عن تصريحك، أين أنت، أين ذاهب، ما هو الفندق الذي تقطن به، من أين أنت، يريد دائما أن يطلع على أوراقك، جواز السفر، التصريح، أين تذهب، أين تأتي، حتى أن أصحاب المحال التجارية لهم تصاريح ولهم مواعيد عمل، حتى أن المدينة أصبحت بعد الساعة 7 أو 8 مساء مغلقة تماما، ليس هناك أي مكان، لا تستطيع التنقل بعربات، وممنوع عربات التاكسي أو العربات الأجرة ليست موجودة هناك، حتى أن المركز الصحفي التابع للقمة هو في مدينة خارج بياريت، هي مدينة أنجلي، هي مدينة خارج بياريت. حسام، اتساقا مع الوضع الأمني، هل ما يفسر هذه التجديدات الأمنية في مدينة بياريتس الفرنسية التي سوف تنعقد فيها هذه القمة؟ دائما في هذه القمة، قمة السبع أو قمم الـ20، ما يكون هناك تظاهرات رافضة لسياسات الدول الصناعية، هل ذلك يفسر هذه التجديدات الأمنية؟ يعني بكل تأكيد ليست هناك أي تظاهرات داخل بياريت، هي سكنة عسكرية تماما، لكن حدثت بالفعل في بعض المدن الفرنسية أن خرج بعض المتظاهرون أعلنوا رفضهم لهذه القمة، أعلنوا سخطهم على دونالد ترامب، أعلنوا سخطهم على إيمانويل ماكرون وعلى سياساته الاقتصادية في الداخل الفرنسي، والكثيرون يتساءلون لماذا تستضيف فرنسا قمة السبع إذا كانت بها حركة مثل حركة الجيلي جون، السترات الصفراء، لماذا تستضيفها فرنسا إذا كانت تعاني من التظاهرات الداخلية، لماذا؟ لكن فرنسا حتى الآن أثبتت تماما لأنها قادرة على تأمين هذه المنطقة حتى إن أصبحت المدينة خاوية، هي تستضيف هذه القمة، أغلقت الشوارع، أغلقت المدينة، ليس هناك تفاهما بتاتا مع اي من الشرطيين الموجودين في هذه المدينه، ولكنها حتى الان ناجحه تماما في استضافه القاده والزعماء حاله امنيه، هناك العديد من الترتيبات الواضحه والصريحه، لكن كصحفيين واعلاميين كنا نامل ان يكون هناك المزيد من التعاون من قبل المنظمين لهذه القمه، خصوصا انه في فتره سابقه منذ ما يقارب الشهرين حصلنا على التصريحات الصحفية الخاصة بالحضور، لكن هذه نقطة يعني من المفترض أن تراجعها أو يراجعها المسؤولون عن هذه القمة. على الجانب الآخر سنحاول بكل تأكيد متابعة هذه اللقاءات، سواء كانت اللقاءات الثنائية أو اللقاءات المجمعة للقادة، كما ذكرت لك اليوم هو فقط مأدبة عشاء على شرف القادة السبعة، وبعض القادة الآخرين سيشاركون فيها بكل تأكيد، هناك حضور قوي ومنتظر للرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا ان هذه المره في ظل هذه التعقيدات الاقتصاديه سيكون لافريقيا دور واضح وصريح في جلب هذه الاستثمارات كسوق جديد، كسوق بكر، لتستطيع الدول الاوروبيه تحديدا توجيه هذه الاموال الى افريقيا، خصوصا ان فرنسا لها باع طويل في افريقيا، فتستطيع أن تستثمر العديد من أموالها في مجالات واسعة، وهو ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من اللقاءات بأن أفريقيا هي قارة ناشئة، قارة 60% من بالإضافة يا حسام، لو تتفق معي أن فرنسا لديها مسؤولية تاريخية تجاه أفريقيا، هي قامت باحتلال أجزاء كبيرة من القارة الأفريقية، وعليها ربما أو آن الوقت حاليا أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه التنمية في أفريقيا، وأن يعني تحدث نوع من التنمية المستدامة في الدول الأفريقية. يعني إذا كانت فرنسا وإنجلترا وبعض الدول الأخرى كانت تستعمر الدول العربية أو الدول الأفريقية، فيجب عليها أن تعوض هذه الدول بكل تأكيد عنها فترات الاحتلال، لكن الآن هناك اتفاقات دبلوماسية ما بين كل هذه الدول، وإجراءات واضحة وصريحة، وقوانين تنظم التعامل ما بين الدول. طب وهم يتحدثون عن شراكة أكثر إنصافا مع الدول الأفريقية؟ إذا ما كانوا يريدون فعلا المشاركة، فنحن كمصريين ونحن كأفارقة أعلننا مرارا وتكرارا أننا على استعداد لجلب رؤوس الأموال الأوروبية والأمريكية، إن أراد دونالد ترامب أن يأتي إليها، وهذه أظن فرصة سانحة لنا كأفارقة استغلال هذا الوضع سياسيا،
يعني السياسة هي فن الممكن، فيجب علينا سياسيا أن نستغل هذه الأزمة الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة روسيا ومحاولات عودتها مرة أخرى حتى تكون القمة قمة الثمانية كما اعتدنا قبل عام 2014 قبل أن تضم إقليم القرم إليها، والأزمة التي حدثت هناك، هناك أصوات بعودتها مرة أخرى، دونالد توسك يرفض ويقترح ضم أوكرانيا ودعوتها للقمة القادمة في الولايات المتحدة، كلها أخبار ستبدأ في الظهور على ما أظن في مساء الغد حينما تعقد أول جلسة عمل حقيقية. الزميل حسام حداد موفد إكسترا نيوز من مدينة بيريتز الفرنسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، بالتأكيد سنواصل الحديث والاتصال بك مرة أخرى عندما يجد أي جديد، وشكرا لمجهودك على مدى الأيام الماضية وبالتأكيد على الأيام القادمة أو اليومين القادمين حتى اختتام ونهاية هذه القمة، شكرا جزيلا لك.